لويجي لويجي. اوكي ليتس جيت ستارتد جيم 1 باتل فيلد جديدو روكينج ذا فور كويفو تاج. كويفو جاست جوت نوكت اوت من شوي. شنو تذكره تذكره فاينلز شنو هاي هي تذكر 115000 تذكره فاينلز اي مباراه بكره حق ال بعد مو بعد المركز الثالث؟ لا حق النهائي النهائي خلاص هاي بعد بكره اي عقب بكره. المهم راح علينا الستوك الاول يعني شوف يكتب الثاني؟ لا بس الاوف ستيت وايد بعيد جد قاعد يسوي زيرو تو ديث واتس جوين اون سوى زيرو تو ديث واحنا قاعدين نسولف عن تذكره ال واتس جوين اون يا الربع تاكدوا مو بلقح ثاني يلعب تاكدوا لا 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 تشيلون كريدت عن جاد صراحه يضبط الزيرو تو ديث بس انه والله انه قام يسوي زيرو تو ديث لان امس صراحه زعلني انه مو قاعد يسوي زيرو ديث يقول لي انه حرم على نفسه خصوصا اي هاي من زمان كله قاعد يقولون انا ما احب شنو يعني؟ انا ما احب اسوي زيرو تو ديث احسه انفير وانا ما احب العب شنو يعني انا واحد من الناس اي حرفيا واحد من الناس قلت مستحيل العب ستيف وكاني اي حتى هو قال يو جوت تو يوز وات يو هاف خلاص اوه اير دوج اب سماش 3 ستوكس تو 1 جا لو انا شخصيتي داون تونت خلص الجيم مثل ما تضغط داون تونت ما عندي مشكله بالضبط اي فاهم يا اخي يمكن جاد يحس انه مو اقعد يعني كيب يوزنج ات لما يسوون له بان بعدين نفس وبلي بالضبط دام انه ما حد قاعد يتكلم خلاص دام انه حركه دام انه كومبو دام انه شخصيه استعملها لما يسوون لها بان نو شيم يعني بس اكسلو قاعد يرجع الجيم الحين اخذ اول ستوك له جيم ان 77% على جاد ابي تفوز على الدوت تلت اوكي نايس نطر ابيرين كمل الجاجل ما كمل الجاجل جاد اوكي كلين صاد اللاندنج نيم سوى له سوى له بيسوي له اي شيء جاب فازت على القنبله هالقنبله بس قاعد يطلع بطريقه غريبه اب سماش سيف الا والله كراب ما تنقذك عايش قول له واتس جوين اون هاي جاد يلعب جاد اوكي فيري فيري كلين بس رجع اكس لو عنده فرصه الحين ياخذ الستوك وعنده كلين ستوك عقبها ممكن عنده فرصه في ثرومة تذبح نايس والله ال 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 الصبر اللي عند اكس لو فازت سوى لها شيل تعرف شكله شنو بي فاز على فاز على جيب وجاب جاب فريم 1 جاب فريم 1 لا مو فريم 1 فريم 2 ولا 3 ما ادري بعد سريعه فريم 1 الوحيد اللي زياده بس جد والله مو بقاعد يلعب تاكد انه مو بقاعد حطاني هي مو هي مو فريم 1 سايكلون بس الانفنسبيلتي مال فريم 1 شيء غبي صراحه غباء غباء والله جاد قاعد يلعب لعب غريب هاي مو جاد اللي احنا نعرفه هاي كرونو كرونو انكارنت هاي يسمونه جاد فيرجن 2 كرونو جونيور يا حبيبي مثل لويجي لويجي كل لويجي لما يلعب شيء اون فاير كلين اسمه هاي يسمونه كرونو مود خلاص غير مسكن خلاص هل جاد يرجع حط اغنيته بعد اوه ماي جاد الاغنيه الاغنيه اشتغلت الاغنيه اشتغلت اول مره اشوف السكن ايش هي ازرق والله ازرق على بنفسجي اول مره اشوفه تمويه مع اخي خبيت الستيج مع اوه دم صادت الهتين صادت الهتين عشان تي ما سوتك لان السكنين يشوفون بعض تكفى شرين بالضبط شرين هالرينج صادت وفي زيرو تدث اللي سواه من الساعة ما صادت شلون؟ والله ترى شخصية حتى لو مو قاعد يصير زيرو تدث قاعد يسوي 52% كل مرة ما صادها قنبلة اخي اللعب والله اللعب اللي قاعد اشوفه لعب كرونو على لعب امبرور والله الاثنين مع بعض كرونو امبرور ميكس يعني والله شانلينج بوث انرجيز صح الباكير على القنبلة والله حد ان نسيسري بس مش هاي نطر 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 نايس ويت نايس ويت اصلا ليش تسوي لها تشالنج؟ ها؟ اي هو اتوقع هو سوى اب سماش بدون تشارج بعدين المره الثانيه قام تشرجها اتوقع جات كان يتوقع نفس الشيء بالضبط فقال بتخلص وبعدين بركض له
بس ركض له وبلعب سماش الحين. اه لا خذ لي ستوك وصار يبي. اتوقع سوى سماش لا لا كان بسماش صار على فوق ايش فيك؟ لا جاد اه الحين لا ما شفته ما شفته. اوه لا راح وراه شباب الشاشه من هناك. بير بير اه طلع منها بالانفنسبلتي ولا لا ما 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 ولا اتوقع هارت بوك شفت ما انضرب ارتفع شوي الحين جيم ايفن وايد ايفن رجع فوقه اكسلو اكسلو يطلع سيد وايد يخش النايم يخش النايم يا والله توني بقول على طول بيرفكت سبيسنج فوقه بيرفكت سبيسنج يطلع برا يسوي سيد بي يخزن ابلع يودي الارقام يودي الارقام ار ان جي مانيبيليشن هاي شو عطى حبتين اي ليتس جو شنو هاي شعب ميت والله لا ذا جوت هايب انا شعب ميت بس لا 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 انطروا توب 16 وينرز بس عندنا سبايسي ماتش اب عطى عطى بالناين طاف اقول لك تعور صفر فيها كنا خمس لايتنين كيكس مع بعض والله ترى وايد والله اوسخ شيء لما يجيك داون ثرو 9 داون ثرو 9 اي اتوقع تروهي ايه اذا عنده ريج مستر جيم اند واتش دونت فورجيت ذا نيم مستر جيمر واتش جيمر واتش هاي جيمر واتش هي جيمز يو واتش زين اوه سريع لويجي is the one gaming this time though! What is going on? جديد popping off بعد! جديدو! جاد is one of the most players اللي أكثر واحد يلعب على المومنتم عنده مومنتم he gets hype مع الغان اوه 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 كم percent 34% أبي طلعته من السيتويشن الوضع شوي صعب حق أكسلو حين بس بطأ الماتش شوي حلو حلو نايس أبي بطأ الماتش شوي قاعد يرجع الماتش شوي شوي من عقبها zero to death المهم ضد لويجي مو بإذا صادتك اوه ماي جاد جديد اسمه بوبينج اوف وات هاي قاعد يسكتني كل ما بتكلم ولا شنو شوف الكام كل ما يذبح اسمه بوبينج اوف اقول لك انا ما تم ساكت اوكي اهم شيء ضد لويجي مو بانه اذا ضربتك ولا ما ضربتك زيرو تو دث لما تضربك زيرو تو دث شو تسوي عقب؟ ما تستسلم وترجع الجيم شوي شوي اوه عطه ولا نايس نايس سوالها فير على القنبلة عشان تروح مقوم فاير مش فاير بيريد لا صار اكس لو الباريز مرات اون بوينت تحسه مرات يكون اكسيدنتال بس يعني قاعد يسويهم وايد تحسه بالعماله عرفت اوكي نايس نايس صح عليك ابي وايد زينه ضد حق الجار اوكي قاعد يرجعها شوي شوي اكس لو شو الكلب واثق سوى اب سماش بتم يطالعني واثق واثق الكلب واثق اوكي نايس 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 يو جوت ذس وان يو جوت ذس وان بس واثق الكلب شيش صاد حرفيا كانتي قدامه سوى داش باك اب سماش صاد داشن مال الاكس لو 2-1 جد يا رب كحين اكسلو ما ادري ليش احس انه بنشوف جيم 5 انا ابي جيم 5 هالماتش اب وايد وايد كلوز وايد هايب يعني انا ما احب الشخصيتين ام نوت ذا بيجست فان بس ضد بعض الماتش اب وايد هايب الصراحه بالضبط شلون اكسلو قاعد يسوي او شيء نيوترال يعني فله تشوفه شلون اكسلو قاعد يلقى طرق جديده عشان يسوي له اجارد وشلون جاد قاعد يتعامل مع الابي اوت اوف هيدستون ابي اوت اوف شيلد مال اكسلو وشلون يعني اكسلو قاعد يلعب شخصيه خفيفه فالكومبو بس تغير مع لويجي فهي اشياء جديده بس يعني قاعد بسرعه اي زيرو تو دث شي يعني طار ستكين سريع سريع ما يتفاهم شيء ثاني اكسلو يلعب برو كنترولر ف الاس دي اي ممكن يكون عليه صعب مال زيرو تو دث لويجي يعني بس تسوي اس دي اي اوي وتحت وتم ماسك شيلد الكومبو يشتغل عليك بس اخر ضربه تقدر تسوي شيلد شوف جد يبين هي من البدايه على طول قام يسوي تو هيد بوبس مع كل واحده ما سوى داش قبل ربي يقول لك اصلا ان المفروض يسوون بان حق هيد بوبينج ويدوين كومبوز شنو؟
تشتغل يعني؟ في ناس حافظين التايمر سووا دراسة عليها ولا شنو يعني؟ لا بس تخيل سووا دراسة لأن تعرف التايمينج خلاص إيه رزم عرفت إيه أنا بصورة أسويها بصورة لما أسوي نير نير أب سماش أسوي نفس الشيء أوه أنا أسوي نفس الشيء ركز ركز أنا أسوي نفس الشيء مع داون تلت فير أوه صاد الرولن بس ما ذبح حد أكسلو عنده فرصة الحين يزيد الدامج عليه أوكي فير أنت جاب 30% جاد شوي المنتاليتي قاعد يطيح ما يقدر يتعامل مع اوكي نايس افتلت راح وراه عطاه افتلت على طول قاعد يزيد ويزيد ويزيد الدامج ما مات هيز كوكن هيز كوكن ليترلي اوكي رولين ما مات صادق قصدي يبي يسوي له بسمش اتوقع سايكلون صح الباري عليك اوكي الادفانتج وايد وايد قوي بس لازم يلعب اوه ماي جاد از ذس غانا بي ا جيم 5 اكس لو اكس لو اوكي صاده تريد اول ضربه من الباكر dont count luigi out dont count luigi out you Grand. never count luigi Move. out Move. is this Move. going to be it Move. يحتاجها Move. ما سوى الفاست فول زير خرب الفاست فول سايكلون تصيده طيره في الهواء اذا اكسلو ما يقدر يرجع المومنتم الحين ممكن جاد يسكرها الحين يرجع المومنتم wait a second انا مش مساكت وايد كلوز موضوع في كي اوف ستيج اوكي سماش نايس سماش صاد على اللاندنج اوه ماي جاد اوه ماي جاد نو 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 اوه الباك اير شوت صادت اوكي سايكلون تستاك اوف ستيج وضع يخرع نايس صاد الفير لا اوه ماي جاد اوه ماي جاد ما في بانش اوف سماش وات از جوين اون اوكي نايس اب بي سيف رجع بالكرسي اوكي بالكرسي عندنا جيم 5 عندنا جيم 5 بالكرسي 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 بوب داون سماش ضاعت اب بي ضاع حرام على جاد انا اتوقع ممكن هاي الكابوس الحين لو 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 اكس لو يفوز الجيم 5 جاد الحين يرجع على الستريم يشوف الجيم 4 الاب بي يقول شلون هاي ما صادت لو صادت بس كانت 3 1 واكس لو يروح البيت وخلاص راح ولا كنا شيء صار شيء والله العظيم كنا الهيت بوكس طلعوه من اللعبه شلوه باتش والله والله شيء غريب والله يا اخي شيء حرفيا كل معنى الكلمه بلوت ارمر ديزرفت الصراحه احنا نبي هالجيم 5 والحماس ثرو اند ثرو طول الست حماس 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 سوري اللي تشوفون الستريم بطينا اذانيكم بس الموضوع هايب ازعلوا والله ليتس جو بليزي جالكسي والله شباب الكويت كلهم موجودين يا تو اخباركم شو مسوين اللي في الشات الحين جيم 5 جيم 5 والحماس حماس 1000 ما اتوقع تعرفون هالاسامي بس هاي من الرايزنج ستارز في اس اس بي كيو وما لعبوا من زمان بس الحين قاعدين يرجعون الجيم خلاص جيم 5 خلاص ست ذا ديستنيشن از يوشي ستوري اوكي هالستيج شنو تتوقع هالستيج بيغير انا اشوف انه في فرصة أقل إن جاد يصيد زيرو تو دث لأن السلوبس يب. عنده مكان أقل يقدر يسوي زيرو تو دث فيه السلوبس يخرب على طول ويمكن اكسلو يطلع اوف ستيج أكثر اكسلو إي صح 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 والسايدز أقرب أوه اوف سماش اولموست ديث أبي أبي لويجي بعد بتذبح أكثر بتذبح أسرع إي اكسلو ماسك الشيلد ماله ما يبي يسوي شيء دون سماش اوكي زيرو تو داش اتاك ابي اوه نايس سوى له ميكس اب على الشيلد ونزل عليه بنير كومبو ما في بانش ما في بانش تريد سوى اعطاه افتلت ثانيه وفاز دونت سماش ما يقدر اوكي جاد مو فاهم الادفانتج اللي عنده اكسلو لما جاي دونت سماش على الشيلد بس اكسلو اكسلو مو متحمل ما تحمل على على لما انه يضرب اوكي يبي جاد يبي يخلص عليه ثواني عطاء هيز كوكينج هيز كوكينج بعدين جاب هيز كوكينج اند هيز بلوينج والله كان بيحبس له اوكي ابي قم عني دونت سماش ما تسوي باري اتوقع عشان السلوب داش اتاك طير اوف ستيج وياخذ الستوك الحين بس بيكون عنده ستوك ون مور ستوك ويفوز الجيم اكسلو اوكي أوه أوش. والله لو كانت ابيت بعد اتوقع مع الريج ستوري جيم ويك
جيم وايد كلوز جيم وايد كلوز جيم وايد كلوز جيم وايد كلوز هاي السيتويشن يخرع وايد جيم وايد كلوز اخاف عطى فير ما سوى له دياء اتوقع ما سوى دياء والبلاس زون قريب شوي بعد اكس لو على اخر ولا اثنين هم الحين على اخر ستوك 0% ما كنا نتوقع اي شيء ثاني ما صار زيرو تدث الكراود كله متحمس الناس اللي يلعبون فرندلي راحوا يشوفون الماتش 50% على اكس لو اوف ستيج الوضع يخرع بس الشخصيتين عندهم اوبشن لا ذاتس ات او ماي جاد والله الوضع كان وايد 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 زين الوضع كان